إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم وسركم وعلانيتكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن المؤمن في هذه الدنيا يتقلب بين الفرح والترح، والحزن والسعادة، والضيق والسعة، والرخاء والضراء. فمن عرف ذلك وطن نفسه على لأوائها، وصبر على بلائها، واحتسب الأجر في مكابدتها. ثم اعلموا رحمكم الله أن سنة الله الماضية وحكمه النافذ قضى وقوع الفتن في آخر الزمان، بل وكثرتها. وتتجلى هذه الفتن في هذه الأزمنة، حيث اضطربت الأحوال وتغيرت المفاهيم، ولبس الباطل لبوس الحق، فأصبحت نصرة المظلوم عدوانا، وانتصار المرء لنفسه وإخوانه تعديا وطغيانا. يصدق هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، رواه مسلم. وهذه الأمور المنكرة تشمل ما يبث من الشبهات وما يروج من الشهوات، عافانا الله وإياكم. أيها المسلمون، لا يخفى على أحد تسارع المجريات وتتابع الأحداث، مما يتأكد الأمر معه إلى أهمية الأخذ بالنصائح والإرشادات والوصايا والتوجيهات التي تجعل المرء معها في عصمة من أمره، وحيطة في دينه، ومستبق لحياته وإخوانه. إخواني الكرام، من أعظم ما حذرنا منه التأسي بصفات المنافقين والتخلق بأخلاقهم، فكيف يستوي من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين؟ ومن أخطر صفات المنافقين التي حذرنا منها بث الإشاعات ونشر الأكاذيب والإرجاف بالمؤمنين. قال تعالى محذراً من طريقتهم ومشاكلتهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي نشروه وأشاعوه بغير تثبت وبينة. ولا شك أن هذا التوجيه الرباني فيه النجاة لمن تمسك به، والسلامة لمن اعتصم به. ثم إن هذا الفعل الشنيع والعمل القبيح صاحبه متصف بصفات الكاذب الذي باء بالإثم. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أيها المؤمنون، لقد وفق الله تعالى ولاة أمورنا مع إخوانهم وأشقائهم من دول الخليج وبعض الدول العربية في اتخاذ قرار المشاركة العسكرية الأخيرة في بلاد اليمن، حرسها الله تعالى ورد عنها كيد الظالمين المعتدين. وهذه المشاركة التي أقرت عيون المؤمنين وشرحت صدور المسلمين لما فيها من رد الباغي ونصرة المظلوم والرد عن بلاد المسلمين وسد باب تربص الأعداء الطامعين. والواجب علينا أمام هذا الحدث أن نعطي القوس لباريها، فشأن السياسة وتقدير مصالح الدولة واختيار قرار المشاركة العسكرية وغيرها من الأمور العظام ليست من شأن عامة الناس، وإنما هي من شأن من ولاه الله أمر المسلمين، حيث أوكل الله لهم وحملهم أمر الذب عن المسلمين والدفاع عن حرماتهم، إذ هذا حق أوجبه الله عليهم، كما أوجب سبحانه وتعالى علينا طاعتهم والالتفاف حولهم، ممتثلين بذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واعلموا رحمنا الله وإياكم أن اجتماع كلمة الراعي والرعية والحاكم والمحكوم من أعظم ما يغيظ الأعداء ويسد عليهم كل المنافذ التي تنفذ إلى تفريق كلمتهم وتشتيت أمرهم وبث الفرقة بينهم. نعم أيها الإخوة، أيها المؤمنون، إن من أقبح الصفات وأشنع النعوت الاتصاف بصفة من صفات المنافقين التي هي صفة الإرجاف والتخذيل والتحبيط والتثبيط، سيما في زمن الحرب وحصول الخوف. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فكل من أرجف وخذل، سواء كان بالقول أو بالكتابة أو بالتشكيك أو باختلاق الأكاذيب أو بإعادة إرسال الرسائل الكاذبة مما قد يسبب الهلع بين المسلمين، فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين. أيها المؤمنون، قد ننسى في زحمة الحياة واشتغالنا بأعمالنا أناساً لهم حق علينا، وهم إخواننا من العسكريين المرابطين، ممن تركوا أولادهم وأهليهم وعرضوا أنفسهم وحياتهم للخطر، فحقهم علينا الدعاء، فمن لا يشكر الناس لم يشكر الله. وأذكر إخواني المرابطين في الجهات في الجبهات والمعسكرات بفضل الرباط في سبيل الله، فقد روى البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ما أعظمه من فضل وما أجزله من عطاء لمن احتسبه واستشعر الأجر منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب عظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله عالم الغيب والشهادة، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أحمده سبحانه على تكاثر آلائه، وأشكره على ترادف نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الهادي البشير والسراج المنير. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن الله مطلعٌ على ما في الضمير، وسيجزي على الصغير والكبير، فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرًا يره.
عباد الله، من أعظم ما يجب أن نستحضره في أزمنة الأزمات هي الوصايا الربانية والإرشادات النبوية التي تعين المؤمن على أن يثبت وأن يصبر على ما قد يلاقيه ويعانيه. ومن هذه الوصايا الثبات وعدم الاضطراب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه الآية الكريمة فيها سببان عظيمان من أسباب النجاة نحن أحوج ما نكون إليهما في هذه الأوقات. الأول الثبات، ويشمل الثبات القولي بعدم نشر ما قد يكون سبباً لضعف الهمم وفت العزائم وتخذيل المجاهدين والمرابطين، ويشمل الثبات الفعلي عند لقاء العدو. والثاني الإكثار من ذكر الله تعالى، ففيه المنجا والمهرب، فإنه ما خاب من إلى الله لجأ وبحبله اعتصم سبحانه جل في علاه. ومما يذكر به في هذه الأوقات أيضا الإكثار من العبادة والاشتغال بها سيما الدعاء، فالمؤمن ينصره الله بسلاحين: السلاح المعنوي المتمثل في الدعاء والعبادة والخضوع له، والسلاح الحسي المتمثل بإعداد العدة العسكرية، حيث قال عز من قائل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن الوصايا أيضا التخلص من الأسباب الجالبة للهزيمة والمتمثلة في معصية الله تعالى، فإن الذنوب شرها عظيم وخطبها جسيم وأثرها عميم. اللهم أتمم لهذا البلد الأمن والأمان، اللهم أتمم لهذا البلد الأمن والأمان، واحفظه من كل شر وخذلان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وانفع بهم البلاد والعباد. اللهم انصر جنودنا البواسل وأبناءنا الأبطال حماة الأوطان، اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم واردد كيد عدوهم، واجعلهم نصرا وعزا للمظلومين والمكروبين. اللهم أعز بهم الإسلام والمسلمين، وأذل بهم الشرك والمشركين، وانصر بهم عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر لا إله إلا الله. استووا تراصوا اعتدلوا للصلاة يرحمني ويرحمكم الله. ساووا صفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.